الهوائي انه حيصير في عندي تفعيل لانزيم اسمه ديهايدروجينيز، ديهايدروجينيز اكتيفيتي او تنشيط انزيم الديهايدروجينيز. قبل ما نعرف شو التجربه بدنا نعرف شو هو الديهايدروجينيز انزيم. الديهايدروجينيز انزيم هو عباره عن انزيم بيقوم بنزع او كسر الرابطه بين ذره الهيدروجين مع الموليكيول او الجزيء اللي هي موجوده فيه. يعني مثلا الجلوكوز فيه ذره هيدروجين، بيجي هذا الديهايدروجينيز بكسر الرابطه بينهم وباخذ ذره الهيدروجين. ذره الهيدروجين هي لما ياخذها بده يروح يوديها لمستقبل لذره الهيدروجين، احنا بنسميه بروتون اكسبتر. تمام هيك هذا هو مفهوم الديهايدروجينيز او انزيم الديهايدروجينيز. خليني انا صراحه انط لكم عن الريزلتس لانه هنا كثير مبكر التفريغ، نروح على الجزء العملي منها ونشرحه. هون بحكي لنا هون انه الديهايدروجينيز هذا الانزيم اللي بيقوم بنزع ذره الهيدروجين. So the hydrogen ion removed from glucose and pass it to hydrogen acceptors such as the NAD+. NAD+ هون هو مستقبل لهي الهيدروجين اللي انا رح اشيلها من الجلوكوز، وهون في حاله اللي لسه ما اخذ الهيدروجين بنسميه لساته في حاله انه مؤكسد، لساته in an oxidized form، لساته في حاله مؤكسده. بيتم نزعها عن طريق مين الانزيم اللي حكيناه ديهايدروجينيز، وبنقلها لناد بلس حكينا، وبصير بتحول لناد اتش اللي هو ريديوست فورم، يعني بالشكل المختزل، صار مختزل. لما يكون لساته مش مستقبل الهيدروجينه او لساته بدون هيدروجينه مؤكسد، لما ياخذ الهيدروجينه بصير مختزل. تمام هسه في تجربتنا احنا ما حناخذ، يعني ما في عندنا ناد بلس نستخدمه في التجربه، فرح استخدم هيدروجين اكسبتور ثاني، ورح استخدم مصدر للديهايدروجينيز انزيم، ورح استخدم الجلوكوز. اول شيء بحكي لنا انه رح نستخدم الييست اللي هي الخميره كمصدر للديهايدروجينيز انزيم، يعني الييست فيها ديهايدروجينيز انزيم عشان انا اشوف بالريسبيريشن كيف حيصير في عندي اللهم صل محمد، كيف حيصير في عندي ريسبيريشن، كيف حيصير عندي تنشيط لهذا الانزيم. رح اخذ مصدر فيه هذا الانزيم، يعني بدي الانزيم نفسه، ورح اجيب الميثالين بلو. الميثالين بلو هون رح استخدمها كبديل للناد بلس او للهيدروجين اكسبتر او للبروتون اكسبتر، اللي هي الميثالين بلو رح استخدمها عشان، ورح استخدم الجلوكوز عشان يجي هذا الديهايدروجينيز انزيم ينزع لي ذره الهيدروجين من الجلوكوز ويعطيها للميثالين بلو. تمام نرجع لاول التجربه، نشوف هون شو كاتبين عشان بعدين انا اشرح لكم اياها عمليا. بحكي لك انه we use ميثالين بلو as artificial proton exhibitor، زي ما حكينا انه بنستخدم الميثالين كمستقبل للبروتون. This methylene blue بيكون لما يكون مؤكسد، يعني لسه ما استقبل ذرة الهيدروجين، بيكون لونه أزرق، لكن لما يكون مختزل ويستقبل ذرة الهيدروجين رح يتحول لونه لعديم اللون أو أبيض. هنا نركز على إنها no color، فهاي الدليل على الرياكشن إنه لو كان في عندي تفعيل للديهايدروجينيز إنزيم معناته حيتحول لون الميثالين بلو، رح يتحول لنو color، رح يصير بلا لون. ورح نستخدم الييست زي ما حكينا لديهايدروجينيز سورس، ورح يجي الديهايدروجينيز يشيل الجلوكوز من يشيل عفوا الهيدروجين من الجلوكوز يعطيها للميثالين بلو، يعمل اكسده للجلوكوز ويعمل اختزال للميثالين بلو، يعطي ذره الهيدروجين يشيل الهيدروجين من الجلوكوز يعطيها للميثالين بلو عشان يتحول لونه ويصير عديم اللون. نشوف التجربه هون. بالتجربة أنا بحكي لك إنك بدك تعمل تجيب ثلاث تيوبس، تمام؟ ثري تيوبس، ثلاث أنابيب. الأنبوب الأول بدنا كلياتهم، كل الأنابيب بدنا نحط فيهم ميثالين بلو بنفس الكمية، لكن أول أنبوب بدي أجيب أحط فيه، طبعاً أنا خليني أحكي لكم الكميات اللي حطها. يعني هون حكالك أحط 5 ملي من الجلوكوز، 5 ملي بتركيز 5% من الجلوكوز في الثلاث انابيب، وحط 2 مل من الميثالين بلو. بعدين اول تيوب راح احط فيه 10 ملي من ليفينج ييست، يعني خميره عايشه. التيوب الثاني حط فيه 10 مل من خميره مغليه بويلد ييست. التيوب الثالث بدل ما يحط ييست حط ماء مقطر. تمام
فشو انا بدي اشوف شو تاثير كل تيوب او شو حيصير على كل تيوب. بناء على اللي احنا شرحناه، لما يكون الديهيدروجينيز انزيم موجود ويكون في عندي مصدر يعني موجود ديهيدروجينيز انزيم ويكون في عندي جلوكوز ويكون في عندي ميثيلين بلو، التفاعل حيصير، حيتحول لونه من الازرق لعديم اللون. في خلاف ذلك ما حيصير في عندي تفاعل. في اول تيوب النتائج كلياتها موجوده، الظروف كلياتها موجوده، الميثيلين بلو راح يجي الديهيدروجينيز انزيم يشيل الهيدروجين من الجلوكوز وراح يعطيها للميثيلين بلو وراح يتحول لونه للعديم اللون وراح ينتج ما يسمى بالليكوميثيلين. كيف تحفظوها؟ انه ليكو زي ما بتعرفوا بالمقدمه انه ليكو معناها ابيض، راح يتحول من ازرق لشفاف او هيو زي التيوب هنا لونه ابيض. فهاي التيوب الاول كانت النتيجه فيه بوزيتيف، انه صار في عندي رياكشن والتفاعل كان تمام لحد الان. تمام. بالتيوب الثاني كان الفرق بينه وبين التيوب الاول انه بالتيوب الثاني ضفت عليه خميره مغليه. لما احنا حكينا شو الهدف من الخميره هون، انه هي السورس او المصدر تبع الديهيدروجينيز انزيم. لما انا احكي لك انه غليت هاي الخميره يعني عرضت الديهيدروجينيز انزيم لحراره. لما اعرض الانزيم لحراره حيصير له ديناتوريشن. كيف يعني ديناتوريشن؟ راح يتفكك هذا الانزيم، راح يخرب تركيبته، ما حيضله زي ما هو، يعني راح يخرب، ما راح يكون اكتف، راح يصير ان اكتف فورم. فبالتيوب الثاني في عندي ديهيدروجينيز انزيم لكنه غير فعال، غير نشط، فما حيكون قادر على انه يروح على الجلوكوز يشيل منها الهيدروجين ويعطيها للميثيلين بلو، فما حيصير في عندي اي تفاعل وراح يضل الميثيلين بلو زي ما هو. فنتيجه التفاعل حتكون نيجاتيف. في التيوب الثالث حطيت بدل اليست حطيت اللهم صل على محمد، حطينا ووتر، كانت ديستل ووتر يعني ديستل ووتر يعني مي نقيه بدل الليس. طبعا المي نقية بنعرف انها ما فيها غير ووتر اصلا، فما حيكون فيها ديهيدروجينيز انزيم، ما حيصير اصلا التفاعل وحيضل الميثيلين بلو زي ما هو، برضو النتيجة حتكون نيجاتيف. تمام. هيك بنكون شرحنا يعني كل اللي بالصورة. مهم بس انه الدكتور يعني بركز اكثر شيء زي ما حكينا عن انه حيصير لو صار في عندي تفاعل رح يتحول الميثيلين بلو لليكوميثيلين ويصير لونه عديم اللون، لو ما صار في عندي تفاعل رح يضله زي ما هو. عشان يصير في عندي تفاعل لازم يكون في عندي اكتف ديهيدروجينيز انزيم. لو حطيت خميره مغليه، خميره انا عامل عليها تعديلات والانزيم اللي جواتها صار له ديناتوريشن صار ان اكتف، ما حيصير في تفاعل. لو ما حطيت اصلا مصدر فيه ديهيدروجينيز انزيم برضه ما حيصير في عندي تفاعل. فقط بوجود الديهيدروجينيز انزيم مع ميثيلين بلو اللي هو المستقبل والجلوكوز حيصير التفاعل. تمام. هم بحكي لانه the rate of blue color disappearance indicates for the rate of dehydrogenase activity. كل ما زاد النسبة انه اللون الازرق بيروح، يعني كل ما انت قاعد بتشوف انه اللون الازرق بيختفي اكثر، هذا دليل على انه dehydrogenase انزيم فعال بشكل اكبر. تمام لحد الان. هاد كلياته حكيناه، هاي شرحناها. اللهم صل محمد، ارجع لكم على الجزء العملي، هذا كلياته انا شرحته وحكيت لكم اياه. هون برضو ما في اشي ما حكينا، بس هون مكتوب يعني بشكل مكتوب انه بالعربي، فهذول الصفحتين الامور فيهم تمام. هيك بنكون خلصنا احنا الايروبيك ريسبيريشن. كان الهدف من التجارب اني اثبت لك انه بالتجارب فعليا حيصير في عندك انتاج للسي او 2، حيصير في عندنا انتاج للماء، حيصير في عندنا انتاج للحراره، وحيصير في عندي تنشيط لانزيم الديهيدروجينيز. هاي كلياتها دلائل على انه صار في عندي ايروبيك ريسبيريشن. النوع الثاني من اللهم صل على محمد من الريسبيريشن هو الانيروبيك ريسبيريشن، هو التنفس اللاهوائي، التنفس اللي بصير بعدم وجود الاكسجين بشكل كامل 100% ما في عندي اكسجين. A process used to get ATP in the absence of oxygen، يعني ما في عندي اي اكسجين. البروتون اكسبتور الفاينل الكترون او بروتون اند بروتون اكسبتور حيكون ان اورجانيك كومباوند، و the organisms that respired the anaerobic respiration found in unusual places where the oxygen is depleted. بحكي لك انه هاي الكائنات الحية اللي بتتنفس تنفس لا هوائي
بتكون موجودة بأماكن الأكسجين أصلاً فيها مش موجود، زي under water caves في الكهوف اللي بتكون تحت الماء، near the hydrothermal vents at the bottom of ocean، يعني بقيعان المحيطات عند الفتحات الحرارية. هنا حاط لنا جدول مقارنة بين الايروبيك ريسبيريشن والانيروبيك ريسبيريشن. اول شيء الوجود او عدم وجود الاكسجين، الايروبيك وجود الاكسجين موجود، الانيروبيك ما في اكسجين. بالايروبيك ريسبيريشن حيصير في عندي كومبليت اوكسيديشن للجلوكوز، راح يتاكسد بشكل كامل، بالانيروبيك ما حيتاكسد بشكل كامل. الايروبيك ريسبيريشن زي ما حكينا باول المحاضره حيكون في عندي جلايكوليسيس، كريبس سايكل، الكترون ترانسبورت تشين، والكيموسموسيس، حتتضمن لي هذول المراحل. اما في الانيروبيك حيصير في عندي جلايكوليسيس متبوع ب incomplete breakdown of pyruvic acid. ب يعني هاي المقارنه، وممكن الدكتور يجيب مقارنه فيهم صراحه، يعني الجدول لطيف احفظوه. بالايروبيك ريسبيريشن كميه الاي تي بي بتكون كثير كبيره، في 36 اي تي بي، اما بالانيروبيك فقط 2 اي تي بي. الاند برودكتس للايروبيك ريسبيريشن CO2 H2O، وبرضه في هيت وفي ايش كمان اي تي بي طبعا. والاند برودكتس للانيروبيك ريسبيريشن ايثيل الكحول او لاكتيك اسيد او و CO2. هاي بتصير الايروبيك بتصير بالبلانتس والانيمالز، اما الانيروبيك بتصير بالانيروبيك بكتيريا او بالهيومن مسل سيلز. ممكن يسال يجيب لك سؤال مثلا انه ايش التايب اوف ريسبيريشن اللي بتصير بالهيومن مسل سيل، بدك تعرف انه في الانيروبيك ريسبيريشن. بالايروبيك ريسبيريشن يحدث في السيتوبلازم والميتوكوندريا، في حين انه الانيروبيك فقط في السيتوبلازم. هيك بنكون خلصنا حديثنا عن الانيروبيك ريسبيريشن. نحكي عن النوع الثالث من الريسبيريشن عفوا، اللي هو الفيرمنتيشن او التخمر. اول شيء اول نقطه انه الفاينل الكترون اكسبتر اورجانيك كومباوند، بعكس الانيروبيك ريسبيريشن كان ان اورجانيك كومباوند. بيحدث لما يكون الاكسجين موجود لكن في نقص، تمام؟ يعني مش انه absence كامل، لا هو نقص للأكسجين. occurs in the cytoplasm of the cells، برضو بتصير زي الانيروبيك بتصير بالسيتوبلازم فقط. اللي بصير يا سيدي انه بيتم الناد اتشون بتكون كبروتون اكسبتر، بيتم بعمل لها بتتحول لناد بلس عن طريق الجلايكوليسيس، and اللي هي تاسا حنشرحها هون. وحيكون في قبل ما نحكي الحكي هذا بدنا نعرف انه في عندي two types of fermentation. اول اشي lactic acid fermentation والالكوهول fermentation. lactic acid fermentation نواتجه حتكون 2 ATP 2 lactate، وما حيكون في عندي انتاج للـ CO2، في حين طبعا على الجلوكوز بنشتغل برضو، في حين انه الالكوهول fermentation حيكون في عندي انتاج للإيثانول والـ CO2 ولل ATP. نشوف بالله الصور اللي هون. اول شيء عندك جلوكوز، صار له جلايكوليسيس، حولت اخذت ال H بلس من الجلوكوز اعطيتها للناد بلس وصارت ناد H، واعطاني ما يسمى بالبايروفيت، اللي هو بعد ما يصير في عندك جلايكوليسيس الجلوكوز بتحول لبايروفيت. البايروفيت هذا بيتحول للاكتيت عن طريق اللاكتيت اسيد دي هيدروجينيز، بياخد ال H بلس من الناد H اللي احنا عملناها هون بيعطيها للبايروفيت وبترجع تتحول للاكتيت. من نواتج العملية هاي بس ال ATP اللي موجودة هون واللاكتيت اللي موجودة هون، في حين في الالكوهول فيرمنتيشن هاي عندك الجلوكوز صار له جلايكوليسيس اعطاني 2 بايروفيت، طبعا انتج لي ATP في عملية الجلايكوليسيس. بعدين البايروفيت هاي فيها ما يسمى بالكربونيل جروب، هاي هي الكربونيل جروب، عن طريق البايروفيت دي كاربوكسيليز راح تنتج لي CO2 CO2 هياتها اللي ما انتجتها انا هون، وراح تحول لي البايروفيت لاسيتيل ديهايدريت. راح اعمل راح يجي عندك انزيم الالكوهول ديهايدروجينيز يحول لي الاسيتيل ديهايد لايثانول، فحتكون النواتج 2 ايثانول 2 ATP and 2 CO2. بتخيل انه تفاصيل هاي مش مطلوبة منكم في التجربة هون،
لكن انتم اعرفوها يعني كونها موجوده بالصور وهيك اعرفوهم افهموهم لانه اوريدي حتاخذوهم انتم بالبيو يعني هم اكيد مطلوبين منكم بالبيو. فبس هاي الفرق بين اللاكتيت اللاكتيت فيرمنتيشن والالكوهول فيرمنتيشن. هون بيكون في بالالكوهول بيكون في عندنا انتاج للسي او 2 في حين في اللاكتيت ما بيكون في عندك اي انتاج للسي او 2. هاي لا لهي اللهم صل محمد هي الرياكشن هاي المعادله برضو الايكويشن. هيك بنكون خلصنا الشرح عن الفيرمنتيشن. اسرع عفوا من التنفس الهوائي لانه بحتاج خطوه واحده فقط هي الجلايكوليسيس. اكيد فعليا احنا خلصنا تجربه مش ضايل عنا غير اخر تجربه اللي هي عن الانيروبيك ريسبيريشن. طبعا هذا الحكي انا كلياته حكيته وشرحته في لما كنت اشرح بالمحاضره في الاول. نحكي عن اللاست اكسبيرمنت اللي هي الانيروبيك ريسبيريشن في اليست سيلز. بدنا نعرف شغله عن اليست سيل انه هي فاكوليتيف انيروبيك اورجانيزمز. كيف يعني؟ يعني لو كان موجود عندي كان موجود عندي اكسجين رح تقوم بعملية الايروبيك ريسبيريشن لانه الاكسجين موجود، لكن لو ما كان الاكسجين موجود برضه حتكون قادرة على انها تعمل تنفس. مصدر للطاقة زي الجلوكوز رح احطهم الاثنين في تيوب ورح اخلق لهم جو يكون انيروبيك يعني يكون خالي من الاكسجين، فراح اعزلهم بطبقه من الزيت، راح احط زيت فوق اليست والجلوكوز عشان تمنع دخول الاكسجين لإلها. تمام. وراح اخذ راح احط تيوب ثاني راح اوصلهم هيك بنفس بتيوب صغير او انبوب هيك، واحط تيوب بتيوب ثاني احط فيه الانديكيتر اللي هو ممكن يكون باريوم هيدروكسيد، ممكن يكون كالسيوم هيدروكسيد، ممكن يكون فينولريد. هاي الانديكيتورز وظيفتها انها تبين لي انه صار فعليا في عندنا تفاعل، صار في عندي ريسبيريشن. تمام، احنا بنعرف انه من البرودكتس تبعون الانيروبيك ريسبيريشن السي او 2، فلما يصير في عندي تفاعل لما يصير في عندي انيروبيك ريسبيريشن لليست وتقوم بالريسبيريشن راح تنتج لي سي او 2. السي او 2 راح يتفاعل مع الباريوم هيدروكسيد اللي موجود في الانبوب اللي هون. طبعا راح احطه انا راح اعمل له انكيوبيشن الووتر باث بدرجه حراره 37، راح اعزله وعلى درجه حراره 37 زي التجربه اللي بالايروبيك ريسبيريشن. حيصير في تفاعل بين السي او 2 مع الباريوم هيدروكسيد راح يعطيني وايت بريسيبيتيت يعني ترسبات بيضاء كلاودي كلر وايت بريسيبيتيت. هاي هي سميناها باريوم كاربونيت. تمام. انا ممكن عشان احسب او اشوف نتائج التفاعل اما بحسب عدد البابلز يعني الفقاعات من السي او 2 خلال 10 دقائق او بحسب وزن الماده الناشفه هاي اللي هي الرواسب خلال 15 دقيقه او بحسب الطول السوليوشن كامل مع الرواسب ومع الـ H2O خلال 15 دقيقة. هاي باستخدام الباريوم هيدروكسيد وباستخدام الجلوكوز. طيب لو حطينا اشي غير الجلوكوز، حطينا مثلا سكروز او حطينا ستارتش، شو حيصير بالتفاعل؟ اللي حيصير انه بالجلوكوز هو المونيمر يعني مونوسكرايد يعني هو احادي سكريات احادية دايركتلي بصير في عندك طوالي، حيصير في عندك تفاعل، حيصير في عندك ريسبيريشن، حتنتج لي السي او 2، حيصير في عندك تفاعل. لكن السكروز داي سكرات يعني ثنائي يعني بتكون من تو مونيمرز اللي هم الجلوكوز والفركتوز، فبتحتاج لوقت اكثر عشان يصير في عندك تحلل لهذا السكروز تنتج لي الجلوكوز بعدين يصير في عندي ريسبيريشن وتنتج سي او 2. نفس الشيء للستارتش، الستارتش بولي سكرات يعني لسه حيحتاج وقت اطول. بالاول بدي احتاج للاميليز عشان يعمل لي تحطيم ويعطيني جلوكوز ومالتوز، بعدين المالتوز يرجع يتحطم ل 2 جلوكوز، فبالتالي حتحتاج وقت اكبر عشان تبين لي نواتج التفاعل سواء من الفقاعات او من الرواسب البيضاء. فاسرع شيء حيكون الجلوكوز، بعدين السكروز، بعدين الستارتش. تمام زي ما حكينا هون
of the second method to measure the rate of respiration is dry weight of white precipitate. إنه هاي حكينا إنه كيف طريقة إنه أميز فيها اندفاع، إما بقيس الفقاعات أو بقيس الوزن أو بقيس طول السوليوشن. كل when the dry weight of the white precipitate increase the respiration rate increase. طبعا إنه كل ما زاد عندك أو إيش، كل ما زاد عدد الفقاعات، كل ما زاد وزن هاي الدراي بريسيبيتيت، او كل ما زاد الطول معناته انت الريسبيريشن ريت عندك اعلى. هيك احنا استخدمنا الانديكيتر كان الباريوم هيدروكسايد. طب لو انا استخدمت انديكيتر ثاني زي الفينول ريد، الفينول ريد يا سيدي بحكي لك هو عباره عن بي اتش انديكيتر. كيف يعني بي اتش انديكيتر؟ يعني بتغير بتغير الوسط، اذا كان قاعدي بصير لونه كذا، اذا كان حمضي بصير لونه كذا. فالفينول ريد بالوضع الطبيعي بيكون يعني بوسط لونه احمر، بوسط قاعدي بصير لونه زهري، وبوسط حمضي بصير لونه اصفر. فلو انا جبت نفس اللي عملته، حطيت جلوكوز، حطيت معاها ليفينج ييست وغطيتها باويل عشان تمنع انه الاكسجين يدخل، بعدين صار عندك ريسبيريشن، انتج لي سي او 2. تفاعل السي او 2 اللي راح ينتج راح يتفاعل مع الماء عشان ينتج لي الاتش سي او 3 ماينس، وراح ينتج لي اتش بلس اللي هي عباره عن اسيد، صار الوسط حامضي، انتجت لي اسيد، فراح يتحول الفينول ريد للون اصفر، وهاي البابلز تبعت السي او 2. تمام، فراح يتفاعل. اذا الفكره هون انه كشفت لي انه تحول السي او 2 لما يتفاعل مع الماء راح يعطيني وسط حمضي، الوسط الحمض تاثيره على الفينول ريد راح يحوله للون راح يحوله للون اصفر. في حين هون في هاي التجربه استخدمنا بدل الجلوكوز ستارتش، والستارتش حكينا بوليسكرايد. هون لو بنشوف انه ما تحول اللون للون غير اللون الاحمر، لانه حكينا انه الستارتش راح ياخذ وقت في الريسبيريشن، فحيكون تاثيره يعني ما صار هون الريسبيريشن لانه لسه ما تفكك، ما وصل للجلوكوز، فما حيصير في عندك تاثير على الفينول، ما راح يتحول. تمام. في اشي بيشبه الفينول ريد اسمه بروميثامول، هنا بدل البي او المفروض. البروميثامول بيكون بالوضع المتعادل اخضر، بالقاعدي ازرق، وبالحمضي يلو. نفس الاشي لما اما انا بحسب انه بصير في عندي لما احط جلوكوز، بحسب انه يصير في عندي تفاعل بسبب اللهم صل على محمد، انه صار في عندك بابلز، او انه يتغير اللون، رح يصير في عندنا نفس التفاعل، رح يتفاعل السي او 2 مع الماء، رح يتحول اللون للون الاصفر. وطبعا نعرف شغله انه الريسبيريشن ريت حيكون اسرع شيء في الجلوكوز، بعدين في السكروز، بعدين في الستارتش. الستارتش حيكون ابطا شيء وحياخذ وقت كثير طويل. وهيك بنكون احنا يعني الحمد لله خلصنا التجربة. هي كثير فيها كتابة وحكي ومعلومات مكررة، لكنها بسيطة صراحة، ولو كنتم اخذينها في اللاب كنتوا هتفهموها اكثر، بس يعني هيك نصيبكم. فيعطيكم العافية وموفقين ان شاء الله بالكويز.